وعجب الجزيرة العربية لا ينقطع ففي جبل أم سمان. وهذا الرسم يتجاوز 9000 سنة. من الشبيكية مرت القافلة ليلاً قاصمة جبة الشمال، حيث إنسان الجزيرة القديم وإنسان ماضيها القريب صانع حكايا الكرم والفروسية التي تلامس الخيال. تبي تنبسط اليوم سامر؟ حلوة، شوف شيء جميلة جدا. حلوة الجاكيت عليك. لازم تكون مشدودة عشان تطلع الشخصية. سميت جبة على هذا الجب بالأل التعريف، جب قديم. يقول الشيخ سعود النايف الذي أقام متحفاً هنا يحتاج إلى دعم لأنه رجل يحب أرضه ووطنه، فأقام متحف بجهده الخاص. أقامه المتحف على بئر أجداد، وليس كذلك؟ لا، هذا بئر وجدوها أجدادي قبل 1000 عام. قبل 1000 عام ووجدوه مطمور. مطمور؟ مطمور خالص، وفيه مع ناقة تمرغت فيه. الناقة لازم نعلم المشاهد، الناقة تشم ملمى فجت تمرغت بهذا المكان ومدفون رمل، فعرفوا فحفروا فوجدوا أطراف إيش؟ البير. البير أول زليل. هذا قبل 1000 عام. قبل 1000 عام. أجل عمرها كم هي؟ الله أعلم أنه تجاوز أكثر. يقول الشاعر الأعشى، يقول لقد لئن كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلم. وأيضا يقول الشاعر الظلماوي، شاعركم، يقول كلام أحلى من شخاليل جبة، وأحلى من العسل، وأحلى من السمن. السمن الجديد. الجديد العرابي. العرابي. العرابي يعني كانت حلوة هي. حلوة طبعا، هي حلوة. طيب يجونكم أنتم الآن مستشرقين ورحالة أجانب يشوفون جبة، لأن جبة تكلموا عنها كل المستشرقين إلى الآن يجون. إيه، والليدي أنا بلانت أقامت عندكم هنا، أكرمتوها ما شاء الله وقعد أسبوع، وأنتم أهل جبة مشهورين بالكرم ما شاء الله. أقامت هنا عند جدك. أي، عند جدي، وأكثر من 10 أيام، وكتبت عنه وكتبت عن المكان وكتبت عن جبة، قالت إنه من أجمل الأماكن وأغربها في العالم. صحيح، هذه مقولة قالتها وكتبتها بكتابها رحلة إلى بلاد نجد. نعم. وأقول لك حتى أنه اللورد ليتون حفيد الليدي إمبلاند، إيه، حضر الموقع هذا بعام 1424، زار الموقع ويقول أنا أبي أزور هالموقع، هو الوحيد اللي بقي بالجزيرة العربية من الأماكن اللي زارته أمي. طيب وين في إذا كان وين القهوة اللي عاشت فيها ليدي أن بلانت قامت فيها؟ موجودة موجودة، وهذه موجودة على وضعها، بس قمنا بتربيها. التاريخ نقطة الضوء التي يضعها عيد في قلبه، لا تلبث أن تشتعل بفعل حكايا الكرم العربي التي يعدها العرب أمراً طبيعياً ويعدها غيرهم خيالاً. هذا المجلس اللي عاشت فيها الليدي أن بلانت، ليس كذلك؟ ألا، ما شاء صحيح. الله جلست هنا وشوف هذه الحين، هذه مدق القهوة، هذا من حجر يجاب من تيمة. الحجر هذا من الجوف. من الجوف. أي، واليد هذه من منطقة اسمها فيد، فيد جنوب حايل. شوف الحجر هذا بركاني أسود. إيه صح، بازلت، هذا بازلت. تطحنون القهوة بذا.
يطحن البن والهيل طيب أنا سمعت في قصة حصلت هنا قصة إنسانية عظيمة من جدك إيش اسمه الكريم المشهور بالكرم نايف إنه جاءه ضيوف جاءه بن ربيعان الكلام قبل 80 سنة وإنه ما كان أجلسه هنا مع كم رجال معه تقريبا يمكن حوالي 100 رجال نعم وكان ما كان عندهم شيء ذاك اليوم دهر وإنه ما عنده شيء يذبحه لهم صحيح. فذبح الناقة اللي تطلع علمة من القليب قليب جبة ليس كذلك المعيد يسمونها المعيد ويسمي جدك ذباح معيد ولا الآن ذباح معيد طيب يوم ذبحه شون طلعتوا الماء يعني قعدتوا بدون ماء وقف فترة أكيد الله يعينهم طيب أنا أشوف متحف كذا يحتاج دعم ويحتاج وين الجهات المسؤولة لين المستثمرين يا مستثمرين نريدكم تأتون إلى هذا المكان هذه جبة طريق القوافل من آلاف السنين متحف مفتوح أكبر متحف بالعالم تكلموا عنه كل الرحالة والأخ نايف يجتهد بنفسه وما شفنا أحد يجي يستثمر أنت تفتح الباب للمستثمرين فاتحين الباب على طول تجيهم يقولهم يجون يستثمرون أهلا وسهلا يحطون نزول بيئي يحطون نزول بيئي ونزول زراعي وعندنا أماكن زراعي وكل حاجة متوفرة بس أين وينهم ورا بس هم يبنون مولات ومطاعم وأسواق بس لا بس ما كلش موجود بس لا هم مشغولين بالمولات والمطاعم اللي مطعم بجنب مطعم مول بجنب مول طيب هذا أهم شيء والله إحنا يعني من هالمنبر وبتوفيق الله على خطى العرب الله على خطى العرب ودنا زارتهم الليدي قبل 180 عام 150 عام ها رغم الاختلاف الديني والعرقي إلا أنهم أكرموا مثواها ولذلك الشاعر خلد القصة فقال عنهم ترى الليدي تكلم فري جود تقول عنهم فري جود الإنجليزية إليهم تشيري زارتهم الليدي بلا جيوش وفود رحالة الصحراء بظهر البعيري قالت يعني الليدي قالت وجدنا صحون بها روس وكبود وصحون تملأ بالحلا والصويري ذبح الكباش يعني هم يذبحون الغنم الطيبة بطبعهم شيء معهود من طبعهم عجزت تعرف الإميري كلهم أمراء غرس السخاء بنفوس نهلها بلا حدود سلم على جبة كبير وصغيري نسلم على جبة أمام البئر التاريخية بئر جبة حيث الفطرة الأولى والكرم العربي الأصيل الشيخ نايف بن عتيق الرمالي قبل 80 سنة أطعم ناقته الوحيدة التي تخرج الماء من هذا البئر التاريخي أطعمها لضيوفه وجلس بلا أيام وجلس أياما طويلة بدون ما يسقي نخله ويطعم أهله بسبب الكرم وهذا ليس غريبا على أهل الجزيرة العربية كاد دفء الكرم ونار المضافات أن يطيح بخطة توثيق بحيرة جبة لكن الخطة مضت كما كان مقرراً ولو بكاميرات مدثرة بالأغطية
خشية أن ينفذ برد الشمال القارس للصورة وهي المتعودة على شتاء دبي الدافئ. نحن الآن في وسط بحيرة جبة الجافة. انظروا إلى السطح، إنه من الجبس لأنها كانت مياه عذبة، كما يقول الدكتور مايكل بتراليا الإنجليزي في جامعة أكسفورد، أن هذه المستوطنة والبشر اللي عاشوا في جبة من العصر الباليوليثي، أي قبل 75,000 عام، وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت أنهار وبحيرات نشطة فيها أكثر من 7,000 بحيرة. لذلك قامت الحضارة على جبل أم سمنان الذي خلفنا الآن. جبل أم سمنان كانت المعيشة والبشر يعيشون هنا منذ 1,000 السنين، وهذا يدل أيضاً على أن الإنسان خرج من الجزيرة العربية، وفي بحوث ما زالت المنطقة تحت البحث سوف تخرج بنتائج مذهلة بالتعاون مع هيئة السياحة. وأمام جبل أم سمنان نرى المتحجرات، لأن كانت بحيرة، الحيوانات اللي كانت تعيش بالبحيرة آثارها هنا واضحة، حجر لقيناه هنا، وكذلك حجر لإيقاد النار بطريقة الحق، أيضا مشرط حجري، وأيضا قوقعة قديمة أمام هذا الجبل. وفي أعلى الجبل الإنسان الحجري في العصور السحيقة، العصر الحجري الأسفل، رسم بيوت لسكناه، رسمها باللون الأحمر أكسيد الحديد. سنذهب إلى هناك ونراه، وهذا نمط غير معروف في الجزيرة العربية، لأنه دائم نسأل، حنا نرى آثارهم ولا نرى بيوتهم. فالآن هو رسم بيوت من أبراج سنصعد إليه. في هذا الجبل الحجري المهيب الذي تنام جبة في ظله المديد، كشف عيد عن رسوم للإنسان القديم في شمال جزيرة العرب، وأصدر براءة الاكتشاف باسم على خطى العرب. ومن وسط جبل أم سمنان نشرف على جبة التي تحيط بها رمال عالج من جميع الجهات وبساتين النخل فيها، لكن الذي اكتشفناه على خطى العرب شيء أهم، وهو أن الإنسان الحجري القديم قبل ما يبدأ بالنحت لون بيوت لها أبراج، قصور لها أبراج. عمر هذه الرسومات كما يقول مجيد خان، هو لم يقل شيئا عن هذه الرسومات، هذه إحنا اللي اكتشفناها على خطى العرب. مجيد خان تكلم عن أكسيد الحديد، هذه المادة شوفوا تصبغ يديني باللون الأحمر، ها شوفوا لون أحمر، لون أحمر موجودة بكثرة هنا. الإنسان في ذلك الوقت كان يرسم قبل ما ينحت، انظروا بيوت قصور لها أبواب ولها أبراج. إذن هذا يدل أن الإنسان في ذلك العصر كان يبني وكان لديه بيوت، وليس صحيح أنه عاش في الكهوف. بيوت وقبب، انظروا بوابة ثم بيت مربع ثم فوقه زي القبة. هذا الجبل الحجري المهيب لم ينطوي على نقوش ورسوم فقط،
بل على متحمسين للمشهد التاريخي الفريد مثل عيد تماماً. وفي جبة نتعرف على الأخ الشاب المتحمس جداً لآثار وطنه وهو أيضاً متخصص بالآثار، نايف عبد الكريم مشدوح. ونعم والله نايف. طيب كم عندنا من كتابة ورسم ونقش في جبل أم سنمان أو سنمان؟ هو جبة ككل تحتوي على 18 موقع للرسوم موزعة على الجبال. أم سنمان أحد المواقع، يعني فيه مثلاً الغوطة وشويحط ومويعز، كل هذه تحتوي رسوم ما تم حصره لحد الآن، لم يتم له تحديد بشكل كامل. قرابة 5000 نقش ثمودي و2000 رسمة ما بين أشكال آدمية وحيوانية وأشكال يعني أخرى وحتى وسوم. جبة تعد من أكبر المتاحف المفتوح، يعني يعتبر متحف مفتوح بالشرق الأوسط. طيب لما نقول ثمود، اللغة الثمودية كما تعرف ليست منسوبة لقوم ثمود اللي وردوا القرآن، إنما هي نمط من الأنماط مرت بثلاثة مراحل. إشار إليه علماء الكتابات لأنه ورد به نفس النصوص بعد ما تم قراءته وترجمته إلى كلمة هثمد أو ثمد في 6 نصوص. علماء الكتابات ارجعوه ونسبوه لقوم ثمود، لكن هي من الناحية الزمنية والمكانية ليست ثمود التي ورد ذكرها بالقرآن. طيب ثمود بالحجر اللي ورد ذكرها بالقرآن قريبين من هنا، قريبين من جبة، إذن هي حضارة ممتدة ليس كذلك؟ هذا تحتاج يعني إلى دراسات وأبحاث والبحث الميداني والتنقيب، تنقيب الأثر. متى تبدون تبحثون؟ إن شاء الله الخطط موجودة والمستقبل إن شاء الله كل شيء راح ينكشف. الله يسلمك أخوي نايف وما قصرت. وعجب الجزيرة العربية لا ينقطع، ففي جبل أم سنمان يوجد عربة تجرها الخيول يتوقع أن عمرها 5500 سنة قبل الميلاد، يعني 7500 سنة، رغم أنه الآن لم تحلل في الجهاز الكربون 14 المشع لنعرف عمرها الدقيق. هذه عربتين فرسين يجران عربة، وهذا أيضا يدل أن قانون التسارع والبكرات اكتشف قبل نيوتن بآلاف السنين، وليس هذا فحسب، بل أن الأدلة التي تقول أن الآشوريين والهكسوس لما غزوا الفراعنة قبل 4000 سنة وقبل 5000 سنة وكانوا يستخدمون العربات التي تجرها الخيل، هذه أقدم منها بمراحل كثيرة. هذا أيضاً حصل له نقاش كثير بين الفيزيائيين، لأنه يدل أن هذا القانون اكتشفه العرب قبل نيوتن بآلاف السنين، وليس أنه حديث قانون التسارع. وحتى صناعة العربات وهي موجودة في المتحف المصري، العربة ذات المحور المتقاطع حتى في وسطها في محور داخله قضيب، لأنه دائرة داخل العربة نفسه. وفي جبة في جبل أم سنمان أو سنمان، لأن الجبال كأنها أسنم الجمال ويسمونها أم سلمان أيضا. هذه اللوحة المشهورة يوجد عليها رسوم لبشر بالحجم الطبيعي وعرف علم الآثار بنمط جبة. في نفس الجبل يوجد رسومات بالألوان الحمراء وهي مادة الهيميتايت
أكسيد الحديد الموجودة بالطبيعة، انظروا إليها وشون حمراء، كان يسحقها الإنسان في العصر الحجري الأسفل قبل 20 وقبل 30 ألف عام، ويضيف عليها صمغ حيواني يوخذ من الأمعاء، أمعاء الحيوان اللي هي الأنفحة اللي تضاف للجبن للحليب فيصبح جبناً. وشوفوا بقيت آلاف السنين، فالإنسان تطور كما يقول مجيد خان أن الإنسان بدأ يستخدم الرسوم في الألوان، ثم اكتشف أن هذه لا تبقى إلا إذا كانت في مكان محافظ عليه داخل كهف زي هذا، أما ينفرها فتندثر. إنها فعلاً متحف في الهواء الطلق، تلك هي جبة التي استنفذت أيام البعثة ولم تستنفذ مفاجآت التاريخ.